واش عارفين باللي بزاف ديال الناس كيصليو وكيصوموا وكيتصدقوا وكيديروا بزاف ديال الأعمال الصالحة، لكن يوم القيامة للأسف سيطرح بهم في النار. غادي يجيكم الأمر غريب، ممكن ما تصدقوش، ولكن هاد الهضرة هادي ماشي أنا اللي قلتها. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخاطب أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. الرسول هنا سول الصحابة، قال لهم واش عارفين شكون هو المفلس، يعني المزلوط كيف كنقولوا حنا. قالوا ليه: المفلس هو اللي ما عنده لا فلوس لا ملك لا والو. سمعوا مزيان شنو قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ودابا بغيتكم تركزوا معايا في الشرح ديالو. قالك الرسول عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي هو اللي كيجي يوم القيامة وعنده في الصحيفة ديالو الصلاة والصيام والزكاة، ولكن في الصحيفة الأخرى ديال السيئات فيها أنه شتم فلان وسب فلان وقذف في الأعراض ديال فلان وكل الأموال ديال فلان. كيف كتعرفوا أن أي حاجة دارها الإنسان في الحياة كيخلص، إلا ما خلص هنا غيخلص لهيه. المشكل في هذا النهار يوم القيامة، يعني يوم الحساب، ما كاين لا درهم ولا دولار. العملة الوحيدة باش غتخلص هي الحسنات. الحسنات اللي كنتي حياتك كاملة كتعذب باش تجمعهم، غتخلص بهم الناس اللي أديتيهم وتعديتي عليهم، غتعطي لهذا وهذا وهذا، ولكملوا الحسنات ديالك قبل ما يتصفى الحساب غتبقى تاخذ من السيئات ديالهم. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، يعني غيدخل للنار، وهذا الشيء اللي ما بغيناه حتى الواحد. نتمنى نكون فتكم بهذا الحديث، والسلام عليكم.